مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية والترحيب في شوط الختام في منافسات ختام أشواط هذا المساء، شوطنا الخامس عشر ضمن منافسات سن اللقاية. ينطلق قبل لحظات، نتابع ونسير مع هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة في ختام أشواطنا. أبدأ بالبداية وأسير هناك مباشرة مع البداية، مع الركود علي بن حمد بن صالح الشرقي هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء تواجد في هذه اللحظات من ميراج لناصر أو علي بن محسن بن علي بن ديلة المري، ومن الجانب الآخر أتابع التقدم، نتابع التغيير في هذه اللحظات من الشحانية بشعار محمد بن طالب بن عقيل، تغير إلى ثاني المراكز، ومن الجانب الآخر أتابع مختارة قادمة لمحمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري، تصل في هذه اللحظات مع رابع المراكز وخامس الأسماء. هناك إشعار بن جبران يقدم الجساسية، جابر بن سالم بن جابر بن جبران مع خامس المراكز في شوط الختام في منافسات ختام هذه الأشواط المسائية وتحديات سن اللقاية. أعود مع الركود، الركود هناك على البداية، علي بن حمد بن صالح الشرقي هناك مع الانطلاق والتحدي الأول وانطلاقة الركود على مقدمة الشوط، بينما أتابع مختاره القادمة في هذه اللحظات، شعار بن حباب الحاضر هنا والمتواجد مع مختاره محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري، تتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع شعار الجساسية القادمة من الجانب الآخر، شعار بن جبران يصل مع ثالث المراكز، جابر بن سالم بن جابر بن جبران، ووصول في هذه اللحظات والقادمة الجافل ناصر بن محمد بن ناصر آل بريد المري، شعار الطريبيل القادم مع هذه اللحظات مع انطلاقة الجافل. الله يا الأسماء، الله يا التحديات. هناك الشحانية أيضا تصل، سالم بن محمد بن سالم التوم المري يتقدم مع هذه اللحظات مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام، في شوط الختام في منافسات هذا السباق المحلي السابع في منافسات هذا المساء الخاصة بأشواط اللقاية، أعود هناك مع شعار طريبيل على مقدمة الشوط والانطلاق هناك مع الجافل، الجافل على الصدارة ناصر بن محمد بن ناصر آل بريد المري، ولكن التغيير من الجساسية من شعار بن جبران يغير على الصدارة في هذه اللحظات، والشحانية تصل، الشحانية تغير إلى الصدارة، الله يا الشحانية، وانطلاقة شعار سالم بن محمد بن سالم التوم المري يغير مع الشحانية على مقدمة الشوط، شعار بن حباب يتابع الموقف يراقب من خلال مختاره هنا القادمة مع ثالث المراكز محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري، تصل مختارة تنطلق بدورها إلى ثاني المراكز، ووصول من ميراج علي بن محسن بن علي بن انديلة مع رابع المراكز. الله، هناك الطريبي أيضا قادم مع الجافل مع خامس المراكز، والركود هنا بشعار الشرقي قادمة في هذه اللحظات. الله، هي التحديات والأسماء القادمة والمتواجدة في شوط الختام في تحديات الختام في هذا الشوط. نعود هنا مع الصدارة، نعود مع التغيير، شعار بن حباب يغير مع مختارة على الصدارة على مقدمة الشوط، محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري هنا مع البداية وانطلاقة الصدارة، ولكن هناك من الجانب الآخر أتابع الشحانية سالم بن محمد بن سالم التوم المري القادمة مع ثاني المراكز وثالث إلى أسماء، وصول من ميراج علي بن محسن بن علي بن ديلة القادم مع هذه التحديات، وهناك الجساسية من الجانب الآخر، شعاري بن جبران يصل رابعا في هذه اللحظات، خامس إلى أسماء الركود علي بن حمد بن صالح الشرقي، وهناك الطريبي القادم مع
الجافل الله يتحديات وشعار بن عقيل يصل مع الشحانية الله يتحديات القادمة، ولكن الأمور هناك على الصدارة على الانطلاق الأول. نتابع في هذه اللحظات الشحانية، الشحانية غيرت على الصدارة على مقدمة الشوط. سالم بن محمد بن سالم التوم المري هنا من يبدأ بالصدارة، من ينطلق على مقدمة الشوط مع افتتاحة الكيلومتر الأخير. الله بن حباب وهناك بن جبران يقدم الجساسية القادمة في هذه اللحظات. جابر بن سالم بن جابر بن جبران مع الجساسية يغير إلى الصدارة، ينطلق بالبداية. الله الله اشتدت المنافسة، ولكن عادت الشحانية، عادت الشحانية. سالم بن محمد بن سالم التوم المري هنا مع الصدارة والانطلاق الأول. بن حباب قادم مع مختارة مع هذه اللحظات. جساسية بن جبران الله يا اللحظات، الله يا التحديات الأخيرة، ولكن الله أتابع وصول من الركود شعار الشرقي وهناك يصل، يصل أيضا شعار بن عنزان، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع التحدي الأخير. الشحانية، الشحانية على الصدارة. سالم بن محمد بن سالم التوم المري هنا مع انطلاقة الشحانية على البداية والصدارة، تغادر تنطلق بناموس الختام، ناموس الختام هنا مع الشحانية، مع الشحانية واللحظات الأخيرة. بن حباب يقدم أيضا مختارة مع ثاني المراكز، ولكن الشحانية، الشحانية تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن سالم التوم المري على فوز الشحانية بالمركز الأول. ثاني المراكز مختارة محمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري، ثالث المراكز الجساسية جابر بن سالم بن جابر بن جبران، رابع المراكز كان الوصول من الركود علي بن حمد بن صالح الشرقي، وخامس المراكز وصلت سلام سالم بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام مع شوط الختام. تابعنا الشحانية من استطاعت أن تختتم منافسات هذا المساء لتهدي سالم بن محمد بن سالم التوم المري ناموسي ختامي أشواطي هذه الأمسية. تابعنا الشحانية في شوط الختام هنا بشعار التوم، من استطاع أن تنظر بناموسي هذا الشوط. نتابع من خلال الإعادة والتوقيت الزمني هنا لحظات وصول الشحانية إلى خط النهاية، 7:43 ثمانية من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن سالم التوم المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت مختارة ب7:43 58 من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن محمد الحباب الهاجري، ثالث المراكز وصلت الجساسية ب7:44 38 من الثاني. تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر بن جبران، تهانينا والناموس.